بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم على قناة حسن زراعة الأسطوح. ها هو النعناع ديالنا اللي قطعناه في السطح وغسلناه وجفيناه في مكان فيه الظل اللي كتشاهدوا في الفيديو اللي فات. وصلنا لهذه المرحلة، هذه طريقة تجفيف النعناع في المنزل، وخصو يتجفف في واحد البلاصة فيها الظل اللي كتشاهدوا هنا فيه الظل وفيه تيارات هوائية لان الشجر محلول. وكتشوفوها واحد حافظ على اللون الاخضر ديالو ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وحافظ على اللون الاخضر ديالو. والان راه جف بعد 3 ايام من النشر، هو كله نشف. وهذه نبات العطره هي نشفات ومحافظ على اللون الاخضر ديالو بديك الطريقه اللي وريتكم. الان غادي نمروا للطريقه اخرى، نطحنوا هذا النعناع هذا ونحتفظوه ونديروه في المأكولات ديالنا ان شاء الله. ولا عجبتكم الطريقه هذه؟ راه هي طريقه سهله مجربه في المنزل ان شاء الله. كتشاهدوا مشاهدي الكرام، يلا كنتمنى تدعموني بلايك واشتراك في القناه. ولا كاين شي سؤال؟ دابا الان غادي نمروا للطريقه ديال طحن هذا النعناع ان شاء الله يدويا، ونوريكم الطريقه. هاو طريقه سهله، وهذه الطريقه ديال النعناع نديروها للجميع بحال البقدونس والكراس واي اي اي اي, أي, أي اوراقيات في المنزل اللي كنستعملوا، معدنوس كراس قزبر كلشي نستعملوا هذه الطريقه. هذه الطريقه جيده، استعملوا الورقيات ونحتفظوا بها في المنزل. يلا دابا نخرجو ونطحنو هاد النعناع ان شاء الله. قطعات ديال النعناع ونفرشو ليهم شي توب بحال دابا هاد الوراق اللي كيكونو طايحين هنا، نجمعوهم ونردوهم لهاد المصفات على هاد الشكل هذا. نفرشو ليهم شي توب باش منضيعوش الاوراق ديال النعناع، نحيدو غير العيدان. هاهوما صافي، ملي يكون عندنا واحد الكمية مهمة هنايا في هذا نفركوه، نفركوه بهذه الطريقة هذه. نفركوه جيدا وراه كيهبط لتحت. هانتوما كتشوفوا اللون، بسم الله ما شاء الله. شوف النعناع اللون الأخضر هنا، شفتوا؟ نزيدو عاوتاني في الكوب. فكوا جيدا، هاهو كل بعيدا، حيدوهم. ونزيدو هاد التاني النعناع ديالنا نفس الطريقة. في واحد الرائحة، يا سلام! وهذا النعناع طبيعي، مفيش المواد الكيماوية. نلكوه في المنزل، نديرو عليه صلاد في الأطعمة ديالنا. شوف النعناع ما شاء الله، شوف اللون الأخضر. دابا هاد الكمية هادي نفرقوها في القراعي صغار، فهمتي، نفرقوها في شي قراعي ولا في بلاستيكات صغار، ونديروها في الفريزر، نديروها في الثلاجة، ونبداو نحطوها على الأطعمة ونسمو بها المأكولات ديالنا. وراها مفيدة مزيان، لأن عشبة طبية هاد النعناع. والزراعة ديالها راه قلت لكم في القناة كاين بزاف الطرق ديال الزراعة ديال النعناع في المنزل.
عليكم غير ترجعوا للقناة وتختاروا أي طريقة بغيتوا تشوفوا في الزراعة، وإن شاء الله يكون عندكم إنتاج جيد، وتعاود تجفوه في المنزل على هذه الطريقة هذه نيت، ما تضيعوش. وتنشروه. هذه بالنسبه للاطعمه ياك، ولو كنا بغينا نستعملوا الشاي نخليوه غير على هذا الشكل هذا، ونعمروا به اتاي، نخليوه على هذا الشكل هذا كتشاهدوا مشاهدي الكرام، ونديروا واحد الكميه قليله في البراد ديالنا، ولا نصيفطوا للاحباء ديالنا في الخارج، خارج ارض الوطن، لان ما كيكونش عندهم النعناع، نصيفطوا واحد الكميه مهمه يستعملوها على مده الاقامه ديالهم تما، حتى يجيو عاود تاي هذا راه زوين هذا النعناع هذا. كيصبر الخضر كيصبر وكيبقى قديم محافظ على اللون ديالو والنكهه ديالو اللون الاخضر. يلا كنتمنى اذا كان شي سؤال طرحوه لينا، ولا كان شي اللي ما فهم شي حاجه نعاودها ليه، وكنتمنى يعجبكم الفيديو تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، ودعمونا بلايك والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الان ها النعناع ديالنا طحناه، كيف كتشاهدوه هو اللون ديالو اخضر جيدا، شوف مشاهدي الكرام، ونستعملوه نديروه في قراعي ونديروه في الفريزر ياك، ونديروه شي قراعي يكون محكم الاغلاق باش تبقى النسمه ديالو تحافظوا على النسمه ديالو. شوف قراعي يكون محكم تسدو مزيان على هذا الشكل هذا، ونديروه في الفريزر صافي، قوم استعملوه في المنزل. على هذا الشكل هادو غنديهم دابا للثلاجة ونبداو نستعملو في المأكولات. بالنسبة اللي بغاه الأتاي نخليوه غير بحال هكا على هذا الشكل هذا، ونبداو ناخدو فيه العويدات على هذا الشكل ونستعملو في الشاي. نبداو نصيفطو لحبابنا اللي في خارج أرض الوطن اللي ما عندهمش النعناع، راه كتبقى المميزات ديالو ديما فيه، محتافظ على المميزات ديالو، محتافظ على البروتين ديالو، محتافظ على كلشي ديالو، يبقى دائما خضر وجيد الاستعمال. واحد الشاي فيه يا سلام هذا.